اليوم يعني بأربعة آب، أنت وين كنت موجودة بلحظة الانفجار؟ كنت على البلكونة. يعني هو أكثر شيء الدرج صار ماس كهرباء بالبيت. كمان؟ يعني إيه، راحت الغسالة، راح البراد، راح التلفزيون، راح كل شيء أدوات كهرباء. وصار بالحيط فسخ وتكسر لوحين إزاز بالبيت. اليوم كسر، انتو رممتوا؟ هل في مساعدات اجت لعندكم؟ رحنا على جمعيات، كذا جمعيات طلبنا نجدة اذا بدك، ما حدا بطلع فينا، كله عم بيركز كان على برج حمود. اكثر ما في مساعدات للدوره، في مساعدات لبرج حمود. انت يلي رجعت زبطت البيت كيف يعني عملت؟ ما زبطت شيء بعد، لا ما قدرت. ما قدرت. كل شيء غالب هالوضع. وانت لحالك؟ لا انا وامي وبي واولادي. يعني ما بقى عندك امل ببكره، بتحس الاشياء اللي بدك تجيبيها، يعني اليوم مثلا بتفوت على السوبر ماركت، ابسط الامور، كيس حليب مثلا جاي على بالك شرب ابنك. يعني قد ايه اليوم كان وقد ايه صار، يعني ما بقى فيك، يعني كل سوري كل اللي بتقبضيه بدك تحطيهم حق كيس حليب.